في حاجة كتير قوي ممكن تبقى في يومنا بتسبب لنا يمكن مشاكل أو ضغط، وفي أسباب كتير قوي بتكون ناتجة عن اضطرابات نفسية يمكن تخلي شوية، خلينا نقول ضعاف النفوس، يتعاطوا المخدرات، بالتالي يشكلوا خطر على الأسرة وعلى المجتمع. ده دفع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنها تطلق حملة مكبرة لتوعية الشباب من خطورة المخدرات. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الاضطرابات النفسية وطرق الوقاية من الإقبال على المخدرات من ضيفتنا اللي منورانا النهاردة في الاستوديو، الدكتورة إيمان المراكبي، أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي والإدمان بكلية الطب جامعة عين شمس. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكم. صباح الفل. يعني احنا النهارده حابين نكلم اي حد بيتفرج علينا، يعني في حد مثلا ممكن يقول له انت مضغوط شويه اليومين دول، انت مش عاجبني، او يحس ان انا الحياه بتقع من حواليا او كل حاجه ضدي مثلا. في ناس كثيره باضطرابات نفسيه او ستريس او مشاكل تحس صحيح. الاحساس ده عايزين نعرف ايه هي الاضطرابات اللي ممكن يتعرض بيها الشخص فتدفعه ان هو يبتدي يتناول المخدرات عشان يتخلص من الاضطرابات دي. هو اول حاجه الاضطرابات الشخصيه، يعني اضطرابات في الشخصيه نفسها، ان انا ما عنديش ثقه في نفسي، ان انا عندي اضطرابات في الاسره، يعني مثلا الام مثلا مش واخده بالها من الطفل دوت او من المراهق ده، الاب مسافر ما بيسالش خالص على الولاد ولا يعرف ايه يعني الشباب المحيط بيه ايه، فتحس ان هو ملوش اصدقاء، مش عامل علاقات، فما فيش ثقه في النفس، ما فيش حد بيفضفض له. دي من اول يعني من اهم الحاجات والكومن قوي اللي احنا بنقابلها يعني. تاني حاجه لما يكون الاضطراب في الشخصيه بقى الشخصيه الاعتماديه اللي هو معتمد على كل حاجه ماما وبابا، يعني ماما شيلي الشنطه، ماما اعملي لي كذا، ماما سوي لي كذا، ده بيبقى شخصيه اعتماديه، ده دايما بيعتمد على حد يساعده او يعني يقوم له بالمهام بتاعته، فده بتبقى شخصيته برضو ضعيفه، دايما بيحتاج لحاجه زي ما يقولوا تسنده شويه، فتبص تلاقيه ممكن يميل لاي حد يقول له طب خد دي جرب دي مش عارفه ايه، ممكن يعني زي ما يقولوا يضحك عليه شويه يعني. صحيح. لان هو معتمد دايما على غيره مش معتمد على نفسه، فشخصيته مش قويه، قراراته مش من نفسه فممكن اي حد يضحك عليه يعني. الاضطرابات الشخصيه الثانيه بقى، كل انواع الاضطرابات الشخصيه ممكن برضو تميل للمخدرات. اللي عندهم اكتئاب، باي بولر، دي بقى امراض، دي مش اضطرابات شخصيه، دي مش طب دي حلوه قوي. الاضطراب الشخصيه اللي هو زي ما قلت لحضرتك الشخصيه الاعتماديه، في شخصيات مثلا اللي هي الاكتئابيه او اللي هي السايكلوثايميك اللي هو مزاجه متقلب، اللي هو دايما تلاقيه شويه يعني كويس وبعد كده يجي في فترات انا زهقان انا قرفان، هو من غير اي حاجه ما حدش عمل له حاجه، فالشخصيات دي برضو بتبقى دايما بتحب حاجه تحسن المزاج، تقول لك اما اخد حاجه تحسن مزاجي. فالناس دي اضطرابات في الشخصيه. طب ايه الاضطرابات بقى اللي هي المرضيه؟ التوتر، لما انا ابقى متوتره قوي افضل انا متوتره انا قلقانه، ادخل مثلا شغلي ضربات قلب تزيد، اخش امتحان متوتره مش عارفه ايه كده، عايزه حاجه تساعدني علشان اقوي شخصيتي واقوي مواجهتي للناس. في ناس عندها اضطراب في مواجهه الاخرين اللي هي بنسميها السوشيال فوبيا، اللي هو الخوف من مواجهه الاخرين، بيسموه رهاب المجتمعي. تمام. ده تبص تلاقيه في محاضره موضبها في البيت زي الفل وقايلها زي الفل، يجي قدام مديره يترعش ويتلجلج ويعرق ومش عارفه ايه، ده برضو نفس القصه، بيبقى محتاج حاجه دايما، بيحس ان محتاج حاجه تهدي. طب يبتدي ياخد مهدئات لوحده، يبتدي ياخد حاجه من كده، يبتدي يدمن عليها. ده احد الحاجات. طب الاكتئاب برضو، الشخص اللي عنده اكتئاب يقول لك انا عايز اخلص من حياتي، انا متضايق، انا قرفان، عايز حاجه تحسن المود، فتبص تلاقي صاحبه خد يا عم حته الحشيشه دي كده تروق دماغك، خد المش عارف ايه، فتبص تلاقيه بيجري على السكه دي للخلاص من الاكتئاب والحزن الشديد الداخلي اللي جواه. هي فعلا بتروق الدماغ او بتعدل المزاج زي ما حضرتك قلتي، ولا بتدمر العقل والاعصاب؟ بالظبط. احنا هنقول بقى ايه هو يعني ايه مخدرات ويعني ايه خطورتها. هي خطورتها في حاجتين، انا عندي نوعين من الادمان، نوع ادمان جسدي ونوع ادمان نفسي. يعني ايه ادمان جسدي ويعني ايه ادمان نفسي؟ ادمان جسدي يعني انا اخدت المخدر هيفضل جسمي معتمد عليه، لو انا وقفت يعني لو انا وقفت المخدر ده يفضل جسمي معتمد عليه وعايز الماده دي عشان مش هاخده بالنسب الصحيه. لا، هو مش عشان كده، هو عشان بيشتغل على مراكز في المخ معينه ما بتشبعش منه، يعني طول ما انت عمال تدي مخدر طول ما المركز ده عايز تاني. لا انا اقصد هنا بالنسب الصحيه، ان احيانا يعني قد يعني يتساءل البعض
طب انا بتخدر وانا داخل عمليات، بتخدر في بعض الادويه المسكنه بالظبط، بس باخدها بنسبه معينه. صحيح. ايوه طبعا، والنسب دي هي نسب مفيده للجسم مش مضره. بالظبط، هي اول حاجه نسب مظبوطه، وتاني حاجه معروف ان انا هنام امتى واصحى امتى وليها مفعول بيخلص امتى. وبعدين باخدها مره واحده، يعني حضرتك مش بتروح تتبنك كل يوم. صحيح، انت بتاخدها مره واحده تعمل العمليه وما تشوفهاش تاني، يعني يعني اللهم الا ايه لو حد بقى بيعمل عمليات كتير. ودي احد اسباب الادمان، بعض الناس اللي بتحتاج مسكنات بعد العمليات كتير زي المورفين مثلا، ده بيشتغل على مراكز المخ برضو نفس القصه، دول بيبقى عرضه للادمان. فاحنا قلنا الاعتماد الجسدي، يبقى انا اول ما هوقف جسمي محتاجه، هفضل عايزه المخدر ده، يبقى دي اول مشكله. طب ايه الاعتماد النفسي؟ طب الاول الاعتماد الجسدي زي ما حضرتك قلت في حالات المورفين وحالات الهيروين، ده بيبقى فيها القصه دي فيها اعتماد جسدي قوي. صحيح. والكودايين كمان، الحاجات اللي هي الكودايين والمورفين دول بيشتغلوا على مراكز في المخ، وهم من المسكنات المركزيه، يعني مسكنات اللي بتشتغل على المخ، مش مسكن بيشتغل بطريقه سهله وبسيطه زي الحاجات اللي موجوده في السوق، لا دي حتى بتتعمل بروشته مخدرات وكده، لانها عليها ادمان لسبب ان هو الاعتماد الجسدي، اول ما عاوز اوقف جسمي هيتعب. طيب، ويحتاج ان احنا ناخد ده، فما بيبطلش، لازم يقولك عايز الحاجه دي. طب ايه الاعتماد النفسي؟ ان انا اول ما اوقف المخدر اللي انا باخده يبتدي يحصل لي اضطرابات في الشخصيه وفي النفسيه، اللي هم بقى يبتدوا يهلوسوا، يبتدوا يبقوا عصبيين جدا، يكسروا البيت. دي اللي هي الحاجات اللي بتبقى فيها اسيدز اكتر، هي اللي بتعمل كده. هي دي الحشيش. الحشيش من اكتر الحاجات اللي بتعمل كده. عكس ما الناس فاهمه، ده واحد يقول لك الحشيش ده انا باخده يا دكتور كده زي ده حاجه بتهديني، لا بالعكس. هو هم للاسف هم اللي فاكرين ان هم كويسين، لكن الناس بتعاني منهم، يعني بالزبط. الناس بتعاني من التعامل معاهم. بالظبط، يبتدي يحصل لهم اعراض نفسيه، واعراض نفسيه خطيره، عصبيه ونرفزه وقله نوم وتوتر وكلام من ده. فهم بالعكس، هو يعني الشخصيه بتاعته بتنتهي، وبعدين المحيطين بيه في الشغل هيعرفوا على طول ان هو حصل له مشكله. انت فاهم ازاي؟ يعني انا اللي حواليا لما يلاقوني قاعده كل يوم هاديه وبتكلم كويس، بعدين يجوا يلاقوني في يوم تاني عماله ازعق وبشتم في الناس ومش عارف ايه، اكيد هيقولوا الست دي فيها حاجه مش مظبوطه. بنفس الحكايه، اول ناس بيحسوا اللي عندك في الشغل. وعشان كده حته الاختبارات على فكره بتاعت المخدرات دي موضوع مهم جدا، وانا رايي ان هو الحقيقه يعني ان انا اعمل التحليل واشوف الشخص ده لو فعلا بيتعاطى ورافض يتعالج، يبقى فعلا ما يستحقش ان هو يشتغل. صحيح. لان هو بيؤذي اللي حواليه، مضر لكل حواليه، وخاصه لو شغال في جهاز اداري من بالزبط. اجهزه الدوله. بالزبط. انت بتتعامل مع المجتمع. بالظبط، فهو بيعمل مشكله في اللي حواليه، وكمان مشكلته ان هم دايما بيحبوا حواليهم شله، يعني دايما المدمن تبص تلاقيه اصحابه وحبايبه بقى يحب يوجب معاهم، يعني يقعد شله الانس والفرفشه. يعني بالنسبه له كذا، تعالى تعالى معانا، ده احنا بنقعد بالليل قاعده كده مش عارف ايه، لازم يجر من حواليه ناس تانية. ايوه، ليه؟ لان في علاقه ارتباط بالاصدقاء، يعني مثلا دايما يشربوا الحاجه دي في شله. سنة لو هنقول اصدقاء نقول اصدقاء السوق. ما اصدقاء السوق، نخلي المصطلح اصدقاء الندامه. هم اصدقاء الندامه. فاحنا بنعمل ايه؟ المرحله بقى اللي احنا قلناها اللي هي الجسديه والنفسيه، شرحنا النوعين من الادمان. طب ايه مراحل الادمان بقى؟ انا عندي مرحله، اول حاجه في عندي هم ثلاث مراحل، خلاص؟ اول مرحله اللي هو بجرب الحاجه، زي ما احنا لسه بنقول حاجه في البدايه، واحد بيقول لي جربي، فبجرب، ايه دوت، ده حاجه جميله وبتاع. طب ممكن مثلا بعد اسبوعين اجرب تاني، بعد شهر، على اوقات متباعده، وباخد كميات بسيطه، وجسمي مش بيعتمد على الحاجه دي لا نفسيا ولا جسديا. خلاص، المرحله دي مشكلتها وخطورتها ان ممكن تبقى قصيره جدا جدا في بعض الحاجات، زي الهيروين بتبقى قصيره جدا. يعني ايه؟ يعني ما بنلحقش ناخدها بالراحه، تبص تلاقيكي دخلتي على الجد على طول. لخطوره الهيروين ولخطوره الحاجات دي، الهيروين والكوكايين والكلام ده. انا سمعت انه، انا مش متاكده لو المعلومه دي صح ولا لا، بس سمعت انه في بعض الحالات في الهيروين ده من جرعه واحده بالظبط ممكن يدمن. صحيح، برافو عليكي. هي الفتره دي بتبقى قصيره جدا لدرجه ان ممكن من مره تبص تلاقيكي دخلتي في الجد على طول. هو يعتبر اخطر انواع المخدرات. طبعا طبعا، يعني هو طبعاً المخدرات طبعاً الحديثه اللي هي اللي موجوده، وخصوصا الافواره بتاعته. الافواره يعني ان انا اخد جرعه عاليه ممكن تنتهي ممكن من جرعه واحده، يعني اول مره يجربه ياخد مره يعجبه اخر مره، لان هو انتقل الى رحمه الداخل. فعلا، دي حقيقة. مرحله ثانيه اي ده للأسف. دي حقيقه. المرحله الثانيه اللي هو التحمل. يعني ايه التحمل؟ ان انا بزود جرعه المخدر كل، يعني انا ببتدي ازود وبسرعه، وبينهم اوقات قريبه قوي. يعني خدت النهارده، لا ده انا مش جايب معايا تاثير الحلو اللي انا متعوده عليه، فابتدي اعلي.
ايه ده، ده انا باخد مثلا من مثلا من المسكن ده جرعه كذا، لا 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 انا هاخد الدبل النهارده، ابتدي ازود ازود ازود. وده بيحصل في الهيروين، تلاقيه ياخد الحقنه، ايه ده انا ما اتظبطتش دماغي كده، ما اتظبطتش، يروح واخد اللي بعدها، يروح واخد اللي بعدها. تبص لقيه مات في العربيه. يعني احنا كان في حالات بيجولنا واحنا نواب في الدمرداش، بيجولنا بنلاقي الصبحيه نصحى نلاقي ناس ميته في العربيه لانها ضربه هيروين جرعه زياده، وتوكل على الله. يعني واحد ميت في العربيه ولو جنبه السرنجه. الموضوع ده على فكره مش افلام، يعني دي كنا بنلاقيها واحنا زمان في النواب، دي كانت كتيره جدا. فاذا الاعتماد زي ما قلنا التحمل، ان انا قاعده ازود الجرعه عشان اصل للنشوه اللي بحس بيها اللي كانت بتجيلي من الجرعات اللي قبل كده، بس دلوقتي يا حرام ما عادتش بتجيلي، لان انا خلاص انا عايز جرعه اعلى عشان بتشتغل على المخ، على مراكز معينه في المخ عشان ترضي هذه المراكز، يبقى ايه لازم اعلي الجرعه. طب ايه المرحله الثالثه؟ المرحله الثالثه بقى مرحله الضياع. اللي هي ايه بقى مرحله الضياع؟ مرحله خلاص اللي هي الاعتماد، الاعتماد والتبعيه. يعني ايه؟ يعني انا معتمد على المخدر ده، ما اقدرش اصحى من النوم الا لما اضرب الهيروين، ما اقدرش اكل ولا اشرب ولا اقعد اكلمك الا لما ابقى ضارب. دايما تسمعي ساعات عن مثلا مغنيين يقول لك ايه ده لو ما كانش يبقى ضارب الحاجه، طبعا ده بره مش عندنا، يعني ده لو ما ضارب الحاجه اللي هو بيضربها دي ما يعرفش يطلع يغني ويبقى مشعشع. لكن خليني اقول لحضرتك ان اللي بيضرب الهيروين ده هو اصلا ما بيعرفش يعمل حاجه، يعني ما يعرفش يعمل حاجه. يعني ممكن انواع بالزبط. تانيه من المخدرات يقول لك مثلا بالظبط حاجات تانيه، يعني مش حابين ان احنا مش عايزين نقول عشان ما نروجش. ايوه ده حقيقي. دكتور خلينا لو هنتكلم على ان الاب والام دلوقتي اكتشف لا قدر الله لا قدر الله ان ابنهم متعاطي في الدرجه الاولى، حلوه ايه طريقه العلاج هنا؟ هل الحبس هنا في الاولى ده يبقى يا بختهم هنا بقى، هل الحبس والبعد عن كل الاصدقاء والنزول للشارع اصلا؟ أيوة. ولا ازاي اللي انا اتعامل معاه؟ بقدر اللي انا مدي لك حريتك، لكن في نفس الوقت بقدر اللي انا اعالجك او ابعدك عن هذا المسار المضر او غير هو اول حاجه لازم نتوجه لدكتور نفسيه، لان لازم الاول هنعالج الاضطراب اللي ادى لذلك. يعني انا دلوقتي عندي اضطراب، فانا هروح لدكتور نفسي اعالج الاضطراب ده بحيث ان الطفل ده او المراهق ده ما يكررهاش تاني. يعني نشوف اذا كان عنده مفاهيم خاطئه عن المخدرات، ان هي حاجه كويسه وان هي جميله وان مش هتاذيني والكلام ده كله. طبعا الديلرز والناس دي بتقول الكلام ده، امال هو هيبيع لك الحاجه ازاي؟ يقول لك لا سيبك من الكلام اللي بيقوله لك ده كذا وكذا، كل ده خاطئ. تضليل. فلازم اعمل له تعديل مفاهيم كدكتور نفسي. بيتعمل له حاجه اسمها CBT اللي هو كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، اللي هو التعديل السلوكي والمعرفي. بنعدل المعرفه بتاعته وبنعدل السلوك بتاعه ونشوف المشكله فين، الولد ده ايه اللي خلاه لجأ لكده. يبقى في البدايه مش بنحتاج ان احنا نحبسه او نحرمه او نعمل، لكن بنبتدي يبقى تحت المجهر بقى شويه. يعني الفلوس اللي بياخدها نعرف كويس قوي بياخد الفلوس دي بتروح فين، بتيجي منين. يستحسن نبقى معاه طول الوقت، ما نسيبلوش وقت فراغ يبقى عنده ملل وزهق، لان في ناس كتير جدا بتاخد المخدرات من الزهق. يقول لك انا مثلا ما عنديش اصحاب، ماليش ناس اكلمهم، انا قاعد لوحدي، انا وحيد هتجنن، فبيعمل كده عشان يهرب من الواقع. فاذا انا اقعد معاه واشوف مشكلته ايه واحلها له بممارسه رياضه، مثلا لو هو عنده مشكله في شكله مثلا يروح جيم يعمل عضلات، يعني نحسن المشكله اللي عامله له. في واحد مثلا يقول لك انا شكلي مش راضي عنه، فبياخد الحاجه دي عشان ينسى. طيب ده في المرحله الاولى، لو الاهالي لا قدر الله عندهم حد في البيت في مرحله يمكن متقدمه عن كده شويه، يعملوا الجد بقى، دي مرحله الجد اللي هي الاعتماد. خلاص هو كده، خلاص انت هتبريه شخص مختل، ده دماغه مش مظبوطه خالص. هو دماغه يعني ايه الاعتماد؟ يعني معتمد زي ما قلنا على المخدرات في حياته وكليا، ده ما بيصحاش من النوم الا يضرب. يعني يصحى الصبح ما يشربش كوبايه الشاي، يصحى الصبح يضرب عشان يصحى. فطبعا ده خلاص، ده انت بتكلمي واحد ماشي ورا حاجه هو مش عايش بدماغه اللي انت عارفاها، ده مخه بايظ. ليه بقى؟ لان بيحصل تلف في مراكز المخ المعينه اللي هي بيشتغل عليها هذا المخدر. بيحصل تلف وتغير وهنا كامل. لابد من دخوله لمصحه، لازم ده لازم يدخل مصحه، لازم يبعد عن الناس فترات ممكن تصل من شهر لشهرين لثلاثه لسته حسب هو ظروفه ايه. صحيح. ويبعد تماما عن التليفون، يبعد تماما عن الاصدقاء اللي هم كان بيشرب معاهم او بيحس معاهم بالنشوه اللي هي ساعه. خلاص انا لازم ان انا ابعده عن الاصدقاء، اصدقاء السوء، وابعده عن كل ما له علاقه بهذا الطريق اللي هو طريق، يعني انا بالزبط. بشوفه طريق الضياع من وجهه طريق نظري. ما انا بقول عليها مرحله الضياع. بنشكر حضرتك دكتوره ايمان المراجدي، استاذ المخ والاعصاب والطب، ب
الطب النفسي بجامعه عين شمس. شكرا لوجودك معنا يا فندم في صباح الخير. ربنا يخليك وربنا يحمي شبابنا ويحميهم يا رب، ونقول لهم انتوا اقوى من المخدرات.